السلام عليكم. هذا يعني الفيديو متحمس له لانه فيه نطنطة. فيديو من نوع مختلف، موضوع طبي مع رياضي بنفس الوقت. حكينا قبل هالمرة بتتذكروا عن موضوع الكتف والام الكتف واصابات الكتف، واغلب الناس بعد ما يصير لهم اصابة بالكتف بعد فترة معينة، سواء جبسون ولا حط له علاقة ولا كان في عنده اصابة بعدين بروح بعمل عملية او لا، لازم ينتهي في مطاف بعد علاج طبيعي بده يعمل رياضة. طبعا هاي الحلقة تاعت اليوم راح يكون في معي كوتش احمد، راح يحكي لنا عن كيف الرياضه لاصابات الكتف. طبعا الكتف كلكم بتعرفوا انه ايش هو، عباره عن عظمه العضد متسقه بعظمه اللوح، خلينا نسميها اللي هي الهدو هيمرس مع الاسكابيلا. هذول المشكله انه الشولدر الكتف مفصل بسرعه بيخلع، من اشهر المفاصل اللي بتخلع بالجسم هي مفصل الكتف، فبتعرفوا انه هو مرات بكون عضلات حوله ضعيفه، فعشان تقويه العضلات جدا مهم في الاستابيليتي او الثبات لهذا المفصل. علشان هيك هلا راح نروح مع كوتش احمد عشان يورجينا من اهم التمارين لتقويه العضلات ما بعد الاصابه، بس نخلص والدكتور يحكي لنا ارجع للرياضه او انك انت بتقوي عضلات الكتف. كوتش احمد، مرحبا يا جماعه. طبعا قبل ما نعطي تمارين بخصوص تقويه عضلات الكتف لازم نحكي شوي عن الفلكسيبيليتي، لازم نقيم الفلكسيبيليتي او مرونه الكتف او مفصل الكتف. في اختبار وحيد ممكن نعمله او بيسك، اللي هو اختبار يسموه الريتش. نرفع ايد لفوق والايد الثانيه لورا، ونحاول نوصل بين الايدتين. اوكي، الاصابع لازم تلامس الاصابع. طبعا نحاول نقيس المسافه بين الاصابع عشان نعرف بالضبط الفلكسيبيليتي قديش هي بالضبط. بخصوص التمارين، طبعا عضلات الكتف في عندنا نوعين العضلات، عضله الكتف اللي هي الديلتوي، وفي العضله الثانيه اللي هي الروتيتر كاف. طبعا عشان يكون مفصل الكتف امن وعشان يكون عضلات الكتف قويه، لازم نحاول نعمل تارجت لكل عضلات الكتف بالفايبر تبعتها او الالياف تبعتها. في عندنا الياف اماميه اللي هي عضله الكتف الاماميه، التمرين اللي ممكن يقوي هاي العضله اللي هي الفرونت ريز من الجنب. ممكن نعمل زي هيك، بفرجيكم كيف. دائما بنحاول نخلي الكوع اسفل الكتف، ما نطلع زياده فوق وبننزل. اوكي، بنخلي الظهر مستقيم بكل الاوقات والصدر مرفوع. في الالياف الجانبيه لعضله الكتف ممكن نعمل لها تارجت بخلال السايد ريز، نعمل الكوع 90 درجه، ونفس الشيء بنرفع الكوع لمستوى الكتف اقل بشوي تقريبا وبننزل. يعني متخيل حالنا كانه بنعمل نص دائره بالكوع. اوكي، دائما الصدر مرفوع والمعده مشدوده. العضله الاخيره او الثالثه من عضله الكتف اللي هي الالياف الخلفيه، في طبعا اكثر من تمرين، بس التمرين الكويس منها اللي هي ممكن الرير فلاي او الفلاي الخلفي. نرفع الايدين نفس الشيء الكوع تقريبا تحت مستوى الكتف، وبنحاول نركز مش باللوح الكتف، بنحاول نركز فقط على الالياف الخلفيه من الكتف. بضل في عندنا عضله وحيده اللي هي عضله الروتيتر كف. طبعا عضله الروتيتر كف من العضلات اللي هي حوالين الكتف، مهمتها تعطي استابيليتي او ثبات لعضله الكتف ومفصل الكتف، فهي مهمه جدا. ممكن نعطي تمرين واحد اللي هو روتيشن، او ممكن اللي هي اكسترنال روتيشن بالبليت. هلا في خيارات اخرى غير الاكسترنال روتيشن بالبليت، ممكن نستخدم اللي هي الباند، ممكن نستخدم الباند نعمل اكسترنال روتيشن، ممكن زي هيك نعمل اكسترنال روتيشن واحد يمين واحد يسار، او ممكن نمسك البان زي هيك نحط الكوع تحت الكتف ونطلع وندخل. طبعا التكرارات حوالي 10 ل 12 تكرار، 3 جولات بكل تمرين. شوي شوي هيك بصير عضلات اقوى، وبالتالي المفصل بيكون الامان تبعته احسن. شكرا لكم.